بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع جديد في دراستنا للهيد اند نيك. الموضوع ده هنتناول من خلاله الكافيتيز اوف ذا هيد اند نيك، الديب اوبننجز الموجوده في الهيد اند نيك، اولهم النيزل كافيتي. النيزل كافيتي الديفينيشن بتاعه ديت اريا في صوره سبيس شكلها ويدج ان شيب، بارتلي ات لايز ان ذا فيس اند ذا اذر بارت لايز انسايد ذا سكال. النيزل كافيتي يتكون من الاجزاء الاتيه، يتكون من two halves by a medium partition called nasal septum. أما الكوميونيكيشن of the nasal cavity، the nasal cavity is communicated with the area of the face by the anterior nasal opening and is connected posteriorly with the pharynx من خلال ال posterior nasal opening. أما ال boundaries of the nasal cavity، في nasal cavity كarea كspace له أربع walls، الحروف اللي هو superior wall، floor اللي هو الانفيريور وول، وميديال وول، ولاترال وول. الروف اوف ذا نيزل كافيتي لما هنيجي نستعرضها من خلال الرسومات اللي جايه يتكون من ثلاثه بونز، انتيريور سلوبنج بون هي النيزل بون، وميدل هوريزونتال برفوريتد بون هي الكريبري فورم بليت اوف اثمويد بون، واخيرا بوستيريور سلوبنج بونز هي البودي اوف سفينويد معاها جزء من عظمه الفومر. اما الفلور فكان بيتكون من الهارد بلت، والهارد بلت زي ما احنا عارفين عظمه بتتكون من جزئين، تكون انتيرور بارت من المجزله وبوستيرور بارت من البلاتاين بون. اما الميديال وول اوف ذا نيزل كافيتي فاسمه نيزل سبتم، اللاترال وول يتكون من سم سكال بونز. هنتعرض الان بدراستنا الى الميديال واللاترال وول بتفصيل اكتر شويه. نبتدي بالنيزل سبتم اللي هو الميديال وول اوف ذا نيزل كافيتي. اجزاء الميديال وول of the nasal cavity هنا نوصفها من خلال هذا الدياجرام. ده دياجرام عندي لمنطقة الهيد مبين بالنيزل سبتم. النيزل سبتم زي ما احنا شايفين في هذا المنظر يتكون من ثلاث أجزاء. رقم واحد ده السبتال كارتريج اللي هو الكارتريجنس بارت اوف ذا سبتم، ده بيقع انتيريورلي. أما بوستري سوبيري اللي هو رقم اثنين فكان عظمة البربنديكولار بليت اوف اثمويد بون. أما البوسترو انفيريور بارت فكان بون ويتكون من عظمة الفومر اللي هي شاركت في تكوين جزء منها، شارك في تكوين الروف اللي هو كان له ثلاثة بارتس، انتيريور بارت سلوبنج وميدل بارت هوريزونتال وبوستيريور بارت كان سلوبنج. طيب دي كانت أجزاء النيزل سبتم. ماذا عن اللاترال وول؟ احنا هنشيل هذا السبتم وننظر إلى اللاترال وول من الداخل، هنلاقي فيه الأجزاء الآتية. اللاترال وول of the nasal septum is uneven غير مستوي، formed of areas of elevations followed by areas of depressions. الإليفيشن كان عبارة عن 3 linear bony elevations متغطية بالميوكوس ممبرين of the nasal cavity، يسموا هذه الإليفيشن النيزل الكونجي. أنا عندي واحدة superior ودي أصغر واحدة، وعندي الأخرى ميدل ودي انترميديت ان سايز، ثم عندي الانفيريور كونكا وهي اكبر نيزل كونكا. يفصل كل كونكا عن الاخرى لينير ديبريشن يسموه نيزل ميتس. فانا عندي ثلاثه ميتسز. قبل ما نتكلم على الميتسز، سام تايمز كان ممكن تكون في كونكا ثانيه اضافيه موجوده هي الهايست كونكا، احيانا تكون موجوده واحيانا تكون ابسنت. بخصوص النيزل ميتاسز اللي هي اللينير ديبريشنز اللي هتفصل الكونكا عن بعض، فانا عندي ثلاثه ميتاسز: سوبيريور ميتاس بين السوبيريور كونكا والميدل كونكا، ثم ميدل ميتاس بين الميدل كونكا والانفيريور كونكا، ثم انفيريور ميتاس وتقع تحت او بيلو ذي انفيريور كونكا. طيب فوق السوبيريور ميتاس بينها وبين البودي اوف سفينويد بون هنجد في سمول ديبريشن بيسموه سفينو اسمويدال ريسس. طيب دي كانت تضاريس اللاترال وول اوف ذا نيزل كافيتي، الا ان الديبريشن اللي اسمه الميدل ميتس هناك في بعض الاناتوميكال فيتشرز الاخرى، فهنجد في الاريا اللي تقع جاست ابوف ذا انتيريور نيزل اوبننج عباره عن دايلاتيشن يسموه فيستيبيول، فوق منه على طول شالو ديبريشن بيسموا فيه الاتريوم. طب الميدل ميتس المنطقه ديت فيها راوندد اليفيتد اريا بيسموها بولا اسمويداليز، سراوندد باي كيرفد او كريسنت جروف من تحت يسموها هايتس سيميليوناريز.
طيب الاجزاء الفيتشرز اوف ذا نيزل لاترال وول اوف ذا نيزل كافيتي. انا عندي السوبيريور كونكا والميديال كونكا والميدل كونكا، دي كانت عباره عن اجزاء من الاسمويد بون، اما الانفيريور كونكا فكانت سيبريت سكال بون. طيب هذه الميتاسيس ربنا سبحانه وتعالى خلقها علشان تفتح فيها openings of the paranasal sinuses. ايه هي paranasal sinuses وتفتح ازاي في هذه openings؟ ندرسها مع بعض من خلال الدياجرام الاتي. paranasal sinuses يعني الاير سبيسز اللي انسايد ذا بونز وريليتد تو ذا نيزل كافيتي. كان عددهم زي ما احنا هنشوف. رقم واحد هي الفرونتال اير ساينس، ده كان عبارة عن اير فيلد سبيس لايز انسايد ذا فرونتال بون، ورا منه مباشرة في داخل الاسمويد بون، هنا دي عظمة الاسمويد بون، فنجد ثلاثة اير ساينسز، انتيريور اسمويدال، ميدل اسمويدال، اند بوستيريور اسمويدال. هنا الاسفينويدال اسفينويدال بون، الاسفينويد بون هنجد فيها ديبريشن، هنجد فيها اير فيلد سبيس يسموه اسفينويدال اير ساينس. اما هنا كانت عظمه المجزله، عظمه المجزله تقع ديبلي، تقع لاترالي تو ذا لاترال وول اوف ذا نيزل كافيتي، هنجد بداخلها اير فيلد سبيس اسمه مجزلري اير ساينس. هذه الاربعه اير ساينسز الفرونتال والثلاثه اسمويدال والاسفينويدال والمجزلري هيفتحهم بداخل النيزل ميتاسيز في اجزائها المختلفه، الا ان هناك اخر سام ستراكشر هيفتح معاه بس هو مش اير فيلد سبيس، ده عباره عن ساك اسمها لاكريمال ساك بتحتوي على الكونتنتس بتاعتها كانت اللاكريمال فلويد، تفتح ايضا بعيد شويه تفتح في مكان زي ما احنا هندرسه حالا. كيف تفتح البارانيزال سينسيس في داخل النيزل ميتاسيس؟ انا عندي ديت السوبيريور كونكا، الكونكا ديت الميدل، والكونكا ديت الانفيريور، تبقى ديت السوبيريور ميتاس، الميدل ميتاس، الانفيريور ميتاس. من علامات الميدل ميتاس البولا اسمويداليز الراوندد او الاوفال اليفيشن، ثم الديبريشن اللي تحتيه اللي هو كيرفت او كريسنتك انشيب، واسمه الهيتاس سيمي ليونارس. هتفتح بقى الاجزاء المختلفه للبارانيزال سينسس، هتفتح فين؟ ادي عندي اول حاجه هتفتح الفرونتال اير سينس، الفرونتال اير سينس هيفتح في الميدل ميتاس. فين في الميدل ميتاس بالتحديد؟ في الانتيريور بارت of the hiatus semilunaris. بعد anterior smoidal air sinus هيفتح في الهيتاس semilunaris بس في area تقع behind فتحة الفرونتال اير سينس. ثم بعد smoidal اللي هي middle smoidal air sinus هتفتح في الميدل ميتاس بس فين بالتحديد؟ في البولب smoidalis. واخيرا البوستيريور اسمويدال ملاش علاقه بالميدل ميتاس، ده البوستيريور دايما كلمه يبقى معاها دايما سوبيريور، تفتح البوستيريور اسمويدال ارسينس في السوبيريور ميتاس. اما عن الاسفينودال ارسينس فكان فتحتها تفتح في الاسفينو اسمويدال ريسس، واخيرا كانت في عندي المجزلري ساينس اللي هو اخر ساينس فكان فتحته في الميدل ميتاس ويفتح في الهيتاس سيميليوناريس بس من ورا. ديت عدد الاربع اير سينسز، وشفنا فتحاتها المختلفه في النيزل ميتاسز، الا ان هناك فتحه اخرى بس الفتحه ديت مش فتحه هواء، دي فتحه ساك تحتوي على فلويد هي النيزو لاكريمال داكت اللي هتفتح منفصله في الانفيريور ميتاس ومن هنا توصل على الانتيريور نيزل اوبننج من ورا. وده اللي بيفسر لنا ليه لما عينينا بتدمع الانف بتاعتنا بتجيب فلويد. طيب الارتيريال سبلاي اوف ذا نيزل كافيتي، من اين يتحصل النيزل كافيتي على الارتيريال سبلاي؟ اذا قسمنا اللاترال وول اوف ذا نيزل كافيتي بتو كروس ذا لاينز الى اربعه ارياز، انترو سوبيريور كوادرانت، انترو انفيريور كوادرانت، بوسترو سوبيريور كوادرانت، وبوسترو انفيريور كوادرانت. تعالوا نشوف الارتيريال سبلاي اللي هيغذي المناطق الكوادرانتس الاربعه المختلفه دي جاي منين. اول تو ارتريز هما الانتيريور والبوستيريور
اسمه ده الارترس. الارترس دي لو نتذكر مع بعضنا دي كانت برانشز من الاوفسالميك ارتري جايه من الاوربت اللي كانت اخترقت الانتيريور والبوستيريور اسمه ده الفورامينا وراحت هنا لللاترال وول اوف ذا نيزل كافيتي تغذي الاستراكشرز المختلفه الموجوده فيه. الكوادرانت الخلفي اللي هو البوسترو سوبيريور كوادرانت فكان هيغذي سمول ارتري يسموه سفينو بالاتين ارتري ناقصه هنا اتش سفينو بالاتين ارتري. السفينو بالاتين ارتري كان برانش زي ما احنا فاكرين جاي من الثيرد بارت اوف ذا ماكسيلري ارتري. طيب البوسترو انفيريور كوادرانت فكان بيغذي الجريتر بلاتين ارتري وهو ايضا جاي من البوسترو انفيريور جاي من الثيرد بارت اوف ذا ماكسيلري ارتري زيه زي السفينو بلاتين ارتري. اما الاريا الرابعه والاخيره اللي هي الانترو انفيريور كوادرانت فكان بيغذيها السبتال برانش اوف سوبيريور ليبيال ارتري وده كان جاي من الفيشال ارتري. دي بخصوص البلاد سبلاي. اما النيرف سبلاي نيرف سبلاي اوف ذا نيزل كافيتي انا عندي اللاترال وول وعندي الميديال وول. اللاترال وول بنفس الطريقه هنقسمه الى اربعه كوادرانتس انترو سوبيريور بوسترو سوبيريور انترو انفيريور وبوسترو انفيريور كوادرانت. الانترو سوبيريور كوادرانت فكان هيغذي برانش اسمه الانترنال نيزل. احنا لو نتذكر ان الانترنال نيزل نيرف ده كان برانش من الانتيريور اسمه ده النيرف كان بيتفرع لفرعين اتنين بعد ما غادر منطقه الكرينيال كافيتي وصل للروف اوف ذا نوز عن طريق الفتحه اللي تقع على السايدز اوف ذا كريستجلي انقسم الى تو برانشز لاترال برانش وميديال برانش. اللاترال برانش اوف ذا انترنال نيزل نيرف اوف ذا انتيريور سمويدال نيرف ده كان بيغذي الانترو سوبيريور كوادرانت اوف ذا لاترال وول. طيب البوسترو سوبيريور كوادرانت فكان بيجي له نيرف اسمه شورت سفينو بلاتين نيرف. هذا الشورت سفينو بلاتين نيرف كان برانش من جانجليون اسمها سفينو بلاتين جانجليون. بسات الجانجليون كانت قاعده في منطقه التريجو بلاتين فص. طيب الفيرو كوادرانت السنسوري نيرف بيغذيها عن طريق الجريتر بلاتين نيرف والجريتر بلاتين نيرف ايضا هو برانش جاي من السفينو بلاتين جانجليون زيه زي الشورت سفينو بلاتين. واخيرا الانترو انفيريور كوادرانت فالاريا اللي مغطيه هذا الكوادرانت كانت بتاخد نيرف سبلاي من نيزل من الانتيريور سوبيريور الفولار نيرف. فعلى هذا الاساس الانتيريور سوبيريور الفولار نيرف ده كان احد البرانشز اللي خرجت من الماكسيلري نيرف وهيديني برانش صغير يروح يغذي منطقه النوز من جوه من منطقه الانترو انفيريور كوادرانت واسمه نيزل برانش. يبقى اذا احنا جينا نبص كده للديستريبيوشن هنجد ان هذا الكوادرانت نيزل برانش من الانتيريور سبيرو الفلر من المجزلري جريتر بلاتين من الاسفينو ماكسيلري من الاسفينو بلاتين جانجليون اللي متغذيه بالمجزلري الشورت سفينو بلاتين ايضا من الاسفينو بلاتين جانجليون اللي كانت متغذيه بالبري جانجليونيك فايبر سنسوري من المجزلري. اما الانترنال نيزل فكان جاي من الاوفسالميك من الانتيريور سمويدال من الاوفسالميك. يبقى ثلاثه مجزلري واحد اوفسالميك. النيرف سبلاي اوف ذا نيزل سيبتم الحقيقه مش هنقسمه هنا لاربعه كوادرانس ده هو هنقسمه لثلاثه كوادرانس. السكين اللي كان مغطي السبتا الكارتليج والسكين اللي كان مغطي منطقه البربنديكولار بليت اوف سمويد بون عفوا مش السكين الميوكوس ممبرين اللي مغذي منطقه السبتا الكارتليج الميوكوس ممبرين اللي كان مغذي منطقه البربنديكولار بليت اوف سمويد بون والميوكوس ممبرين المغطي منطقه الفومر. ففي الاريا الاولى النيرف اللي كان بيغذيها اسمه ميديال برانش اوف انترنال نيزل برانش اوف انتيريور سمويدال نيرف. هنتذكر ان الاريا المماثله لها في منطقه اللاترال وول كان بيغذيها لاترال انترنال نيزل برانش اوف انتيريور سمويدال. اما الاريا ديت فاللي يغذيها الميديال انترنال برانش اوف انتيريور سمويدال. بخصوص البوستيريور اريا اللي تقع في قلب الواي شيب ديت فكان بيغذيها الشورت سفينو بلاتين نيرف. اما المنطقه
الاخيره البوستيريور بارت اللي هي الارك اللي مغطيه الفومر، فكان بيغذيها بتنسوري انرفيشن لونج سفينوبلاتين. اللونج سفينوبلاتين والشورت سفينوبلاتين نيرفس دي برانشز جايه من السفينوبلاتين جانجلون اللي قلناها من شويه، وكانت قاعده في منطقه التريجو بلاتين فوسا. ده كان بخصوص النيرف سبلاي اوف ذا نيزل.